في بداية فيلمنا بنعرف ان الروبوتات بدأت تسيطر على الحياة الآدمية، وبعشرين وسط البني آدمين وبيتم استخدامهم في اي حاجة جوه المجتمع، وبيكون في قوانين للروبوتات دي، وهي ان مهمتها الاولى هي حماية الانسان واتباع اوامره، مدام اللي بيقوله الانسان مش بيمثل خطورة على المجتمع ولا سلامة الروبوت. ومن القوانين كمان ان الروبوتات ما تتدخلش في اي حاجة الا لو كانت الحاجة اللي حصلت اتعرضت مع سلامة المجتمع او هتمثل خطورة عليه. في الوقت ده بنروح لضابط اسمه بنر اللي مش بيكون حابب وجود الروبوتات في المجتمع، بس طبعا مش هيقدر يعمل اي حاجة لانه مش قادر يثبت ان وجود الروبوتات في المجتمع يمثل خطر على البشر، لانه كل يوم لما بيخرج من بيته بيلاقي الناس بتتعامل مع الروبوتات عادي ولا كأنهم قرايبهم. وبيكون سبونر عايش في شقة لوحده، بيصحى من النوم يشغل الاغنية اللي بيحبها وبيخش ياخد الدش بتاع كل يوم، بعد كده بيروح يلبس الكوتشي الجديد اللي اشتراه الاسبوع اللي فات. اول ما بيفتح سبونر الباب بيلاقي روبوت في وشه، فبيتخض منه بيقول له ابعد عن وشي مش ناقصه صداع على الصبح. وبنشوف مدينه شيكاغو بتبقى في سنه 2035، بيكون التطور التكنولوجي للروبوتات فاق الحدود، واي حاجه في المجتمع بقت الروبوتات ليها دور في كل حاجه موجوده. بينزل سبونر وبيشوف الروبوتات في الشارع شغالين زيهم زي البني ادمين، وبيقابل واحد صاحبه اسمه فايبر اللي بيكون عاوز ياخد منه عربيته علشان هيقابل بنت، بس سبونر مرضيش يديها له، وساعتها فايبر زعل منه وسابه ومشي لانه مش هيعرف يتمنظر كده قدام البت بتاعته. ويروح سبونر لجدته جيجي اللي بيكون محضره لسبونر صينيه البطاطا اللي هو بيحبها، وتقعد جيجي تتكلم معاه وبتقول ان هو الوحيد اللي في المجتمع فاهم حقيقه الروبوتات، بس مش قادر يثبت عليهم اي حاجه. ولما شاف جيجي الكاوتش اللي لابسه سبونر في رجله، راح سبونر قايلها ان الكوتش عجبه قوي علشان كده جابه، وعرض عليها انه يجيب لها واحد بس ما رضيتش، وقالت له ان موديل الكوتش ده قديمه. ولما بيمشي سبونر بيشوف واحد من الروبوتات بيجري بسرعه كبيره، فسبونر فضل ينادي عليه علشان يقف، بس الروبوت ما وقفش، وسبونر فضل يجري وراه لحد ما راح ماسكه وقعه على الارض. لما الناس سالته انت بتعمل ايه، راح قال لهم انه ظابط وطلع لهم الكرنيه بتاعه. وقتها عرف سبونر ان الروبوت كان بيجيب الشنطه بتاعت الست اللي كانت واقفه. لما سالها سبونر الست قالت له ان الروبوت جاب لها الشنطه بتاعتها، راح البيت بتاعه وجاب لها جهاز التنفس بتاعها، والست كانت متضايقه من اللي عمله سبونر، قالت له لولا ان انا تعبانه دلوقتي كان زمان نزلت ضرب فيك على اللي انت عملته ده. وبعد اللي حصل ده راح سبونر معتذر لست على اللي هو عمله، وقال لها معلش ما كنتش اعرف كل اللي انت قلتيه ده، وراح ماشي وهو مصدوم من اللي حصل. ولما بيوصل سبونر مكان شغله، رئيس جون قعد يلومه على اللي هو عمله مع الروبوت، وقال له مش معنى انك مش بتحبهم تعمل معاهم كده ايا كان. قال له سبونر خلاص مش هتتكرر تاني، وقفل على الموضوع بقى. قال له جون انا هقفل على الموضوع، بس لو اتكررت تاني اكيد هيبقى في رد فعل مختلف. وبيجي بعد كده بلغ لسبونر عن انتحار دكتور كبير كان شغال في شركه روبوتس الضخمه اللي بيتم تصنيع روبوتات فيها، ودي بتكون الشركة الرئيسية والكبيرة لتصنيع وتصليح الروبوتات. فبياخد سبونر عربيته وبيوصل لمقر الشركة، وهناك بيخش يلاقي الدكتور كان باعت ليه رسالة قبل ما ينتحر، وبيقول له فيها انه المفروض ما يسألش هو انتحر ليه، لانه اكيد عارف السبب، وان اللي كانوا بيدوروا عليه هما الاتنين خلاص مش هيلاقوه. وبعد كده الرسالة خلصت، وبيقول سبونر للدكتور الوداع يا صاحبي. وبيطلع بعد كده سبونر للمدير التنفيذي للشركة اللي بيكون اسمه روب ريستون. اول ما بيشوف سبونر بيقول له انه مش مصدق انه واقف قدام اغنى واحد في العالم، لانه ما كانش بيقدر يشوفه غير قدام التلفزيون. وبعد كده بيروح روب ريستون يعمل ليه ولسبونر قهوه، وبيساله سبونر عن اللي حصل للدكتور الفريد. فبيقول له روب ريستون ان الدكتور الفريد هو اللي بدا اختراع الانسان الالي، هو اللي حط الثلاث قوانين بتاعت الانسان الالي. وساعتها سبونر ما كانش مقتنع قوي بكلام روب ريستون، وراح قايل له هات السكر علشان بحب القهوه مسكره. فبيقعد سبونر يسال روب ريستون كذا سؤال عن اللي بيحصل في الشركة، بس طبعا مش بياخد منه اللي هو عاوزه، لان روب ريستون اكيد مش هيقوله اللي هو عاوزه ويفضح شركته مهما حصل. وبينزل سبونر بعد كده وبيقابل واحدة اسمها كالفين، ودي بيكون شغالة في الشركة وكانت بتشتغل لوقات مع الدكتور الفريد، وبتكون عارفة معظم المعلومات عن الشركة. وبيقول سبونر لكالفين ان اللي حصل للدكتور الفريد غريب، لان ايه اللي هيخلي دكتور زي ده ينتحر؟ وبيكون سبونر شاكك ان في حد قتل الفريد، لان الدكتور زي ده اكيد مش بيعاني من اي امراض نفسية او عصبية، بالعكس دكتور زي ده اكيد معاه فلوس ومقضيها كل يوم. بس كالفين قالت له ان ده مستحيل يحصل، لان الروبوتات مستحيل تعمل حاجه زي كده، وده بسبب الثلاث قوانين المحطوطه. قال لها سبونر ان الروبوت ممكن يعمل كده لو اوامر الانسان ما عجبتوش، وعادي انه يخترق القوانين الثلاثه. وبيروح الاثنين لبرنامج ذكاء صناعي علشان سبونر يشوف منه ايه اللي حصل، بس لما سبونر بيقول له انه يرجع بالشريط علشان يشوف الدكتور ايه اللي حصل له، البرنامج قال له ان البيانات دي مش موجوده. استغرب سبونر والشك
بشكل زاد عنه، راح قايل للبرنامج انه يجيب الوقت اللي دخل فيه الشركه، وراح البرنامج جايب هول، وبعد كده بيروح زبونر وكالفين للمكان اللي بيتم تصنيع فيه الروبوتات، وده المكان اللي كان بيحب الدكتور الفريد يقضي معظم وقته فيه لانه بيكون واحد من المخترعين الروبوتات دي. وساعتها زبونر قال لكالفين ان حوار ان الدكتور الفريد انتحر مش داخل دماغه، راح قال ان اللي قتل الدكتور الفريد ممكن يكون موجود هنا، وكالفين فضلت تقول له ان ده مستحيل يحصل. بس وزبونر بيقلب، راح واحد من الروبوتات طالع مره واحده، والمسدس اللي كان ماسكه زبونر وقع منه، وكالفين فضلت تتكلم مع الروبوت علشان يهدى، وقالت لزبونر انه نزل السلاح بتاعه علشان كده الروبوت مش هيعمل ليه اي حاجه. بس الروبوت فجاه قرر انه يهرب من المكان وخد المسدس من على الارض، وزبونر قام ضربه بالمسدس بتاعه، وراح الروبوت واقع قدام الناس وراح جاري، ونزل زبونر علشان يجري وراه ويلحقه بس ما لقاهوش. ونزلت كالفين ولقيت الماده بتاعت الروبوت اتسربت منه، وعرفت ان الروبوت كده اتجرح. ولما سالها هو هيروح فين، قالت له كالفين انه كده يروح مكان التصليح علشان يعوض الماده اللي وقعت منه. وبيمشوا الاثنين بالعربيه، وكالفين بتقول له ما تسوقش بسرعه كبيره، بس زبونر مش بيسمع كلامها، وبعد ما مشي شويه كان هيعمل حادثه. وبعدها بتقول له كالفين ابقى خش شمال بقى، فقال لها زبونر انت شكلك كنت تعرفي مراتي علشان كانت دايما بتقول لي كده، وهي ما تعرفش اي حاجه عن الطريق. بيخشوا بعد كده للمكان اللي بيبقى مليان مجموعه كبيره من الروبوتات، وزبونر بيقول لي كالفين هو ما فيش اي بني ادمين شغالين هنا. قالت له كالفين ان المجموعه دي اسمها NS5، ان المكان ده مش بيشتغل فيه اي بشر. لا زبونر يعني كده الروبوتات اللي موجودين دول هم بيعملوا كل حاجه لوحدهم. قالت له كالفين وبنشوف الروبوتات واقفه بعدها كبيره قدام كالفين وزبونر، وكالفين بتديهم الامر انهم يطيعوا اي كلام هيتقال ليهم، وبتقول لزبونر انه لو قال لهم اي حاجه هيسمعوها. اتاه زبونر راح قايل لكالفين ان اكيد الانسان الالي اللي هو بيدور عليه موجود وسط دول، وراح مطلع المسدس بتاعه ووجهه ناحيه الروبوتات، وقال لكالفين ان لو واحد اتحرك او عمل حاجه هو ده اللي هيقبض عليه. واتاه كالفين قالت له بطل اللي انت بتعمله ده، بس زبونر راح ضارب واحد من الروبوتات بالمسدس. وساعتها شاف زبونر الروبوت بيجري وسط كل الموجودين، فراح علشان يشوفه راح فين، بس ما لقاهوش، ورجع يدور مره ثانيه لحد ما الروبوت راح جاي من وراه وراح راميه لفوق وراح خارج من الباب. بس لما خرج لقى الشرطه محوطاه من كل مكان، وقتها الروبوت حب انه يهرب منهم، بس الشرطه فضلت تضربه بالنار لحد ما في الاخر راح رابطينه بالحبل ووقع على الارض. حاول انه يفك نفسه بس ما عرفش، ومسكوه وخدوه وراحوا بيه السجن. وفي الاسم زبونر كان عايز هو اللي يخش يحقق مع الروبوت، بس جون قال له ما ينفعش يعمل كده علشان لازم يكون روبريستون والمحامي موجودين. بس زبونر فضل يتحايل عليه انه يخش يحقق معاه لحد ما جون اقتنع ووافق انه يخش جوه. وبيخش زبونر وبيقعد مع الروبوت وبيقول له انت ليه قتلت الدكتور الفريد؟ فقال له الروبوت انه ما قتلش حد، فرد عليه زبونر وقال له طالما انت ما قتلتش حد اللي كان مخبيك وسط الروبوتات اللي لسه متصنعه جديد. فقال له الروبوت انه كان قاعد عادي جوه مع باقي اصحابه الروبوتات. فقال له زبونر انه مش مقتنع بالكلام ده، انه كان موجود جوه المكان من غير ما اي كاميرا تجيبه وهو بيخش لجوه، وده دليل على ان في حاجه مخبيها. فقال له زبونر انه متهم بقتل الدكتور الفريد. ساعتها الروبوت اتعصب وقال له انا ما قتلتش حد. وهنا استغرب زبونر وقال له انت طلع عندك مشاعر وبتحس بالغضب. فقال الروبوت اولا ما تفضلش تقول لي يا روبوت علشان انا ليا اسم واسمي سوني، وثانيا انا اتعلمت كده من الدكتور الفريد. قال له زبونر يبقى انت اكيد لما كلمك الفريد في حاجه وما عجبتكش رحت متعصب عليه وقتلته. قال له سوني لا برضه ما عملتش كده، لان مش معنى اني بحس بالغضب زي البشر اقتل اي حد يعصبني. في الوقت ده بيجي روبريستون ومعاه المحاميين بتوعه، وبيقول لي جون انهم ما ينفعش يحققوا مع واحد من الروبوتات اللي متصنعين جوه الشركه بتاعته، وطالما ما فيش عليه اي دليل انه قتل الدكتور، وحتى ولو الروبوت عمل كده اكيد ده بسبب عطل فيه، ولو اتثبت عنده انه عطل احنا المسؤولين عن كده وهيتم تصليحه. وقتها زبونر كان متضايق وراح قايل لجون انه ما يطلعش الروبوت من السجن، بس جون قال له انه مش هيعرف يعمل كده. فقال له زبونر خلاص كلم العمده. في نفس الوقت كان روبريستون بيدي التليفون لجون علشان يكلم العمده. روبوت سوني في الاخر خرج من الاسم. وبالليل بيروح زبونر يقعد على القهوه وبيسمع في الاخبار عن خبر موت الدكتور الفريد، فالموضوع بيضايقه. وقتها بيجي جون وبيقعد معاه وبيقول له انه عارف انه ممكن يكون عنده حق انه بيكره الروبوتات، بس ده مش كفايه انه لازم يقدر يثبت عليهم اي حاجه علشان يعرفوا يتعاملوا معاهم. فقال له زبونر انه اكيد هيعمل كده وراح دافع الحساب وراح ماشي.
وبيروح زبونر بعد كده لبيت الدكتور ألفريد علشان يدور على اي حاجة انك تساعده في حل لغز القضية بتاعت موت ألفريد، لان زبونر الشك مش راضي يسيبه لانه متأكد 100% ان في روبوت هو اللي عمل كده في الدكتور ألفريد. وبيخش زبونر جوه البيت وبيلاقي فيديو لألفريد، فبيقعد يتفرج عليه وبيلاقي ان الدكتور ألفريد بيتكلم عن الكمية الكبيرة اللي هيتم طرحها من النوع الجديد من الروبوتات، وان ده ممكن يمثل خطر كبير. بس فجأة زبونر بيتخض لما بيلاقي القطة بتاعت الدكتور جت وقفت جنبه، وبيقعد يكمل فرجة على الفيديو بتاع ألفريد. وبعد شوية بنشوف روبوت ضخم كان موجود في بيت الدكتور، وبعد شوية راح الروبوت الضخم ده مدمر البيت كله، عمال يكسر في كل حاجة، وزبونر بيحاول يهرب بسرعة هو والقطة اللي معاه، وبيفضلوا يجروا قبل ما الحاجة تقع عليهم، ووقعوا الاتنين تحت الأرض، وزبونر كان كل همه إنه يخلي القطة معاه علشان ما تموتش، لحد ما خرجوا الاتنين في الآخر ونطوا في حمام السباحة. وقتها كان الروبوت الضخم ده دمر كل البيت وما سابش فيه ولا حتة سليمة، وكأن في حد كان مديله المهمة دي. وبيروح زبونر للدكتورة كالفين ووشه متعور وعمال يجيب دم، وبيخش جوه وبيقول لها انت بتحبي القطط، فاستغربت كالفين انه جاي لها في التوقيت ده علشان يقول لها كده، فقالت له لا مش بحبهم، وبعدين هي القطة اللي عملت فيك كده. فقال لها زبونر لا، القطة اللي معايا دي تبقى قطة الدكتور ألفريد. بيقول لها زبونر انه لما راح هناك علشان يعرف حقيقة الدكتور اكتر واكتر، طلع عليه روبوت ضخم ودمر البيت كله، وعلشان كده بقى هو بقى متأكد ان الدكتور ألفريد اتقتل، وان اللي حصل ده وراء حد كان عايز يتخلص من الدكتور ألفريد، وانه نقذ نفسه بعجوبة من اللي حصل، وانه كان زمانه دلوقتي مع الدكتور ألفريد، وكل ده كان هيبقى بسبب شوية روبوتات مالهمش اي لازمة. وبيقول لها زبونر ان اكيد روبريستون هو اللي ورا ده كله، وانه اكيد وراه مصيبة كبيرة. بس كالفين قالت له ان لو روبريستون وراه حاجة مستحيل يروح يعمل اي حاجة في اي روبوت. فقال روبريستون انه عاوزها تساعده في انه يكشف حقيقة الروبوتات دي بما انها شغالة في الشركة. بس كالفين قالت له انها مش هتقدر تعمل اي حاجة، وانه مش علشان هو مش بيحب روبوتات دايما هيفضل شاكك فيهم طول الوقت. وقبل ما بيمشي زبونر ساب لها صورتها مع ألفريد، وبيروح زبونر بيته بيصحى من النوم على نفس الحلم بتاع كل يوم اللي بيحلم فيه بالمحادثة اللي تعرض لها لما كان في مهمة تبع شغله، وبينزل الشارع يلاقي خلاص الدفعة الجديدة من الروبوتات نزلت واتبدلت بالروبوتات القديمة. وبيروح زبونر يقعد مع ستو جيجي وبيتكلم معاها، وبيلاقي زبونر ستو جابت روبوت علشان يقعد معاه في الشقة ويساعدها. قالت له جيجي انه لازم يغير قناعاته عن الروبوتات، وقبل ما يمشي زبونر من عندها قال لها انها لازم تمشي الكائن ده، بس ستو قالت له لا ما تقلقش مش هيعمل لي اي حاجة. في الوقت ده كانت كالفين دخلت لسوني وهو مربوط، ولما نادت عليه رد عليها وسألها هما هيدن مروه، بس كالفين قالت له لا ما فيش حد هيعمل له اي حاجة، بس هي عايزة تعرف طبيعة تركيب النظام الداخلي جوه جسمه علشان تعرف هو يخضع للقوانين الثلاثة ولا لا. بنعرف بعد كده ان روبريستون عايز يخلص على زبونر. زبونر لما كان في الطريق بتاعه طلع عليه مجموعة من الروبوتات وفضلوا يهجموا عليه من كل حتة، وزبونر بيحاول انه يسد معاهم وبيقعد يقاوم فيهم علشان ينقذ نفسه، والعربية بتاعته خلاص الرابط اتدمر، وفضل يلف بالعربية بتاعته علشان يوقع الروبوتات، بس في الاخر العربية بتاعته قامت مقلوبة بيه، وفي نفس الوقت كان الطريق اتنظف من اللي حصل فيه. وقتها زبونر وهو واقع لقى العربية بتاعته جاية ناحيته، فبعد نفسه عنها بسرعة، وبالرغم ان زبونر كان متعور بس كان زعلان على اللي حصل في العربية بتاعته. وبنعرف ان اللي عمل كده واحد من الروبوتات اللي بيروح يهجم على زبونر بيقعد يضرب فيه، ولما ضرب زبونر في دراعه نكتشف ان زبونر عنده دراع حديدي، وزبونر بيدافع عن نفسه وبيحاول يضرب فيه، بس في الاخر الروبوت راح سايبه جاري، وزبونر فضل ينادي عليه علشان يرجع له مرة تانية، بس الروبوت راح مختفي. في الوقت ده بتيجي الشرطة علشان تشوف ايه اللي حصل، وجون بيجي معاهم، ولما بيروح جون يسأل زبونر ايه اللي حصل بيقول له ان في مجموعة من الروبوتات هجموا عليه، بس جون ما كانش مصدقه، راح قايل له لو فضلت الفكرة دي في دماغك اضطر ان اشيلك من شغلك. فراح زبونر اول ما سمع الكلمة دي راح رامي الكرنيه وقال له انت فاكر ان كده خلاص هنسى ان اكتشف حقيقة الروبوتات، تبقى غلطان يا جون. ومشي وهو متعصب ومتضايق جدا. ولما بيرجع بيته بتجيله كالفين وبتقول له انها اكتشفت ان سوني طلع لي شريحة تركيب تانية غير الأصلية، ودي اللي بتخليه ما يلتزمش التلات قواعد اللي محطوطين لكل الروبوتات. راح قال لها زبونر علشان كده كانوا عاوزين يقتلوني، وبيحكي لها زبونر على انه زمان كان في مداهمة ووقع بالعربية بتاعته هو وعربية شخص تاني، وكانت العربية دي فيها بنت صغيرة اسمها سارة. وقتها نزل واحد من الروبوتات وانقذ زبونر وساب البنت الصغيرة وماتت، ومن ساعتها زبونر بقى ضد فكرة الروبوتات انهم عمرهم ما يكونوا زي الانسان، لان لو كان في بني ادم موجود مكان الروبوت ده اكيد كان زمانه انقذ
البنت الصغيرة. ويروح بعد كده سبونر وكالفين لسوني علشان يتكلموا معاه، وسبونر بيقول له انت بقيت عدواني، فقال له سوني انه مش عارف اي حاجة وراح مديله رسمة كده وقال له انت هتفهم منها كل اللي حصل. في الوقت ده بيجوا رجالة روبريستون وبيقولوا لكالفين وسبونر ييجوا معاهم، وبيروح يقفوا قدام روبريستون وسبونر راح متخانق مع رجالته. وساعتها روبريستون بيقول لكالفين ان اللي حصل في سوني ده مجرد عزل وانهم ما هيصلحوه، بيطلب منها انها تصلحه هي، بيقولهم ان الخطأ ده ما كانش مقصود علشان يتم تقديم الروبوت ده بعد كده مع الجيل الجديد. وبيروح روبريستون علشان يتكلم عن الموضوع ده قدام الناس، وسبونر بيلاقي المكان اللي موجود فيه روبريستون هو نفس المكان اللي فيه الرسمة اللي اداها له سوني. وكالفين في الوقت ده كانت بتغير الشريحة اللي في سوني، وسوني بيفضل يتكلم معاها علشان ما تعملش كده، وكالفين كانت هتسمع كلامه بس روبريستون وقتها قام فاتح الكاميرا علشان يشوفها بتعمل ايه. وبيروح سبونر يفتح جهاز الذكاء الصناعي بتاع الدكتور الفريد، والدكتور الفريد بيقول له ان القوانين التلاتة اللي اتحطوا هما في الاساس اتعملوا علشان خاطر يحموا البشر، بس في حد كان هدفه غير كده وهو انه يخلي الروبوتات يسيطروا على كل حاجة. وفعلا سبونر بيلاقي نور احمر خارج من البيوت، والروبوتات القديمة كلها اتحولت، وساعتها الروبوتات الجديدة بتقعد تضرب فيهم، بتبقى حرب كبيرة بين الجيلين دول. لما سبونر بيكون واقف بيتفرج على اللي بيحصل، في مجموعة من الروبوتات شافته وفضلوا يجروا وراه، وسبونر راح مستخبي منهم. في الوقت ده بيتصل سبونر بكالفين وبيقول لها تخلي بالها من الروبوت اللي معاها قبل ما يتحول، بس سبونر مش بيلحق يكمل كلامه، راح الروبوت قاطع المكالمة. راح سبونر متصل بجون علشان يقول له يخلي باله من الاسم علشان الروبوتات هتسيطر على المدينة، وبنشوف فعلا الروبوتات بينزلوا المدينة يدمروا فيها، واللي بيتكلم معاهم من البشر بيضربوه، وبيخشوا يدمروا المكاتب وبيضربوا الناس اللي فيها. وبنشوف كالفين لما بتيجي تخرج الروبوت بيوقفها وبيزقها على الكرسي لانه كان خلاص اتحول هو كمان الروبوت الاحمر. ساعتها سبونر بيوصل في الوقت المناسب وبيخلص عليه بالمسدس بتاعه، وبيخرجوا الاثنين من المكان. بيروح بعد كده سبونر وكالفين وسوني المكتب روبريستون علشان يعرفوا منه ايه اللي بيحصل بالظبط، بس لما بيطلعوا فوق بيلاقوه ميت. وقتها سبونر عرف ان فيكي هي اللي ورا ده كله، وفيكي فعلا اعترفت بكل حاجه وقالت انها كانت بتعمل كده علشان تحمي البشريه. وساعتها سوني راح ماسك كالفين وبيهددها انه هيقتلها، بس هو كان عمل كده علشان خاطر سبونر يقتل باقي الروبوتات لانه كان غمز لسبونر علشان يفهم هو عاوزه يعمل ايه. وبيروح بعد كده علشان يجيبوا الماده اللي هيرجعوا بيها الروبوتات زي ما كانت، وبيروح سوني وكالفين يدوروا عليها لحد ما لقاها سوني، بس ساعتها الروبوتات المتحوله جم المبنى علشان يهجموا عليهم، وكالفين راحت متعلقه في الهواء. سبونر قال لسوني انه ينقذها، وساعتها سوني راح رامي الماده لسبونر، وسبونر مسكها وراح مدمر بيها الجهاز بتاع الروبوتات. وبعدها الروبوتات رجعت كلها زي الاول، والمدينه والطاقه رجعت لها مره ثانيه بعد الايام السوداء اللي كانت عايشه فيها. وبيروح سبونر يسال سوني على اللي حصل للدكتور، فقال له سوني ان الدكتور الفريد هو اللي طلب منه انه يقتله علشان كان بيثق فيه وما كانش عاوزه يحصل فيه نفس اللي حصل في باقي الروبوتات. ومن ساعتها سبونر وسوني بقوا اصحاب، وبسبب سبونر حب الروبوتات. وبيتم بعد كده تخزين كل الروبوتات في مكان كبير، وسوني بيروح يقف يتفرج عليهم، بيعرف ان اللي عمله ده الدكتور الفريد كان عاوز يعمل كده، والروبوتات كلهم وهم ماشيين راحوا واقفين وفضلوا باصين على سوني. وكده بيكون فيلمنا وبس كده بيخلص فيلمنا، اتمنى يكون عجبكم. ما تبخلش عنا باللايك تشجيعا لينا علشان نستمر، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول، واستنونا في افلام جايه كتيره قريب. واشوفكم على خير ومع السلامه.